طيب اسلام، لو عايز العب معاك لعبه خياليه كده، خياليه قوي كمان، خياليه جدا، لو عايز حاجات في الكره المصريه ما تبقاش موجوده بعد رمضان، ايه هي الحاجات؟ واول حاجه جت في دماغك ما تقولهاش. لا عشان عرفتها خلاص. لا لا العكس والله، انا مش لاقي حاجه تبقى موجوده اصلا. يعني بجد والله ايه اللي مضايقك تقول ايه ان شاء الله رمضان ده كده ايه يجي بقى. طبعا ده مش هيحصل، بس يخلص رمضان الحاجات دي كلها ما تبقاش. لا انا فعلا والله مش بهزر، بس انا فعلا مش شايف حاجه. يعني اقول لك، كنت بفكر في الموضوع ده من كام يوم كده مع اصحابي وبتاع، فبقول لهم احنا عشان الاول نتحسن، احنا واضح ان احنا مستوانا بعيد، عشان ما نقعدش نكذب عن بعض، يعني سواء عن السنغال مثلا كمنتخبات او كان انديه كمان، في انديه ابتدت تبقى احسن في القاره زي سان داونز مثلا. الاول احنا عايزين نعمل ايه؟ يعني انت في الاول عايز دوري قوي ولا عايز منتخب قوي ولا عايز محترفين؟ انت مكبرها قوي. ايوه انت عايز ايه؟ انا عايز بس الايميل بتاع اتحاد الكوره ما يبقاش يا عم دي قاعده صفه كده. يعني اقصد انا عايز ما دي اخر فاضل لنا كام ساعه، كل دول جاب رئيس اتحاد جديد قبل الفطار كده. انا عايز الايميل ما يبقاش ifa@hotmail.com. تعبت القصه دي. لا انت بتتكلم ده غير موضوع اللغه. اللغه ده كويس ان في ميل. انا بزعل جدا يا محمود، بزعل. الناس بتفتكرها انه عادي، بس ده يا جماعه ده كويس ان في ميل والله اصلا. لا انت انا عارف ان هم لحد فتره قريبه كانوا بيبعتوا فاكسات. طب بيقول لك احنا بعتنا فاكس لحد ثانيه، هو لحد دلوقتي في فاكس بنبعت فاكسات؟ ايوه والله. لا ما بتهزرش. لا بص خل بقى، طب على فكره والله فعلا فعلا بيبدلها، بس ان هو مثلا يقول له بدل الفاكس ابعتها لك على الواتساب. لا لا بص برضه لو تسمح، احنا برضه عندنا العرف ان المصطلح هتراسل بره فاكس، ممكن يكون ايميل، بس هو لا 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 في العرف بتاعه فاكس. يا عم انا بقول لك في فاكس بيدوروا على فاكس والله بجد. بس الجوابات دلوقتي اتضاقت بالميلاد، مش يعني خلاص بقى ده ما احنا عارفين. بص بص ده ما احنا عارفين. طب انا اقول لك على حاجه ممكن تبقى اصعب كمان. احنا شايفين ان احنا لو بنقدم كره محترفه، انا عايز الميل بتاع 18 نادي كمان اصلا. انتوا ماسكين في الميلاد يا جماعه بجد والله. طب ممكن اقول لك على حاجه، مش في نادي من بلاش نقول اسمه، يعني من سنتين كان عنده مشكله ان هو ما حدش بيفتح الميل، فجاله خسر قضيتين. كلنا عارفينه. وانا بقول لك هو انت بتقول ما بتتكلموا في مات، انت شايفها حاجه؟ لا طبعا بص، موضوع الميل ده يكسف. بص اصل مصر بلد كبيره جدا. ايوه مصر دوله كبيره، ومصر وفي تطور يعني في التكنولوجيا. حتى لو انا بكلمك مثلا من 10 11 12 سنه، وان كان في تطور في العالم كله، بس كنا شويه صح لسه. بس دلوقتي حتى المؤسسات الحكوميه كلها دلوقتي في تطور التكنولوجيا. دوله عندها خطه واضحه للحكومه، وعندها خطه واضحه للمودرن جوفرمنت وبتاع، والدنيا حلوه وبنتطور. مش احسن حاجه، بس بنتطور ونتعلم وفي بروجرس شغال. بس لو هنتكلم في كده، لا ده انت في حاجات بقى. يعني اول حاجه نعمل زي المانيا كده. المانيا بعد ما اتلسعت في 2006 من ايطاليا، قالت لك بس فركش، تعال نبدا من الاول. اللي عندهم 12 سنه فين؟ قال لك في واد طويل كده اسمه مولر عنده 12 سنه. قال لك بس ده اللي هناخد بيه كاس العالم. فين وفين يا ظالم؟ في 2014 مولر ده لسع البرازيل 7-7 في ريو دي جانيرو. الغي ملاعب الترتان من قواعد الناشئين. أيوة. الزم الانديه بعمل بنيه تحتيه، انديه المحترفين بعمل ملاعب للدرجه الاولى وملاعب للبرايم وللناشئين تبقى موجوده. شوف البلاد اللي عندها النهارده نتائج في الكوادر اللي تحت، المغرب والسنغال. حكايه المغرب والسنغال، المغرب والسنغال البلدين الوحيدين في افريقيا اللي خدوا المنح من الاتحاد الافريقي، وظفوا الفلوس في غرضها، فالمنح اكتمل. الاتحاد الافريقي بعت منح عشان يعملوا ملاعب ويستثمروا في البنيه التحتيه. البلدين الوحيدين اللي خدوا الفلوس حطوها في الملاعب وعملوا ملاعب نجيله على اعلى مستوى، المغرب والسنغال. كل المشاريع الثانيه تمويلها وقف بعد 40% في اول اوديت. بيعمل عليك اوديت، بيلاقيك وقعت، فبيديسكواليفاي. النتيجه ايه النهارده؟ المغرب في سيمي فاينال كاس العالم. السنغال مكتسح كل البطولات، السنغال كل حاجه، والسنغال لو لعبتك بينج بونج هتكسبك. ربنا يستر. محمود بعد رمضان ان شاء الله محتاج جماهير. محتاج تسافر فين في العيد؟ ايه بس هنج عايز اسافر مع الجماهير. لا لو حاجه بعد رمضان الجماهير. جماهير كريم والله العظيم هتفرق بشكل كبير جدا. انت لما بتبص على لما نروح نلعب ماتشات بره، بتروح تلعب في تونس والمغرب. عارف يا محمود الخطوه اللي حصلت بتاعه ماتش الاهلي ان شاء الله والهلال، 50000 مشجع. انا بس حابب ان ال 50000 مشجع دول يبقوا مثاليين، يعني عارف مثالي اكتر من مشجع الكوره. بالمناسبه انا دايما اقول ان مشجع الكوره بيتنرفز وبيتعصب واحيانا بيتجاوز، ده في العالم كله، بس حتى في المباراه دي تحديدا عشان تدي مثل ونموذج، حاول تبدو كانك مثالي. حاجه تانية برضه كريم عاوز اقول لك عليها غير موضوع الجماهير، يعني كنت شفت احدى التصريحات، يعني لاعب سابق في نادي كبير بعد ما بطل كوره، طب انت مثلا ايه؟ طب تعال اشتغل في قطاع ناشئين مدرب. ايوه كريم، دي كارثه. كارثه
في الكوره المصريه. بلاقيك يعني انت كنت لعيب فبلاقيك تبقى مدرب. انت كنت لعيب كبير في احدى الانديه سواء اهلي او زمالك او اي نادي. ده ونادي صغير كمان بالمناسبه بيترقى كده. بطلت كوره فانت دلوقتي بتجيب هذا الشخص او هذا اللاعب حتى لو كان لعيب كبير جدا مش دارس مش واخد اي لايسنس ما يعرفش اسس وتقويم اللعيبه الصغيره. كريم احنا زعلانين على منتخب الشباب ليه؟ كريم انت تبص على منتخب الشباب تبص على التاكتكس بتاعت الفرقه الملعب عباره عن بقع فاضيه الناس مش عارفه تتحرك صح التمركزات فيها اخطاء كبيره جدا قرارات اللعيبه فيها مشاكل كتيره جدا بسبب ايه يا كريم؟ ما ينفعش يا جماعه هو الاساس اللعيب الصغير بيكلمك على مولر قال لك فين مولر في ناس عندها 12 سنه تعالى كبره خد كاس عالم اسس الراجل كيفن دي بروين ولوكاكو وهازارد كل دول طلعوا كريم الاهم اللي نفس ذات الاهميه ان المدربين يبقوا واخدين لايسنس ايه والكلام ده كله ان المدربين الصغيرين اللي بيكبروا اللعيبه وبيقوموا اللعيبه وبيربوا اللعيبه اصل يا كريم عارف برده قصه ثانيه الثقافه دي مهمه جدا لما لعيب عنده 16 17 سنه ويبقى بروميسنج جدا ومره واحده يجي ياخد فلوس كتير اللاج اللي بيحصل معاه ده بتخلي بتشوف انت اللعيب بيعمل بيبقى في اقصى حاجه ليه وفي البيك بتاعه وفي ثواني بيقع ممكن مثلا كتر ما عندوش ثبات انفعالي في حاجات كتير في فلوس انت عارف ان احنا دلوقتي الفتره الاخيره دي كان في مدربين مصريين بياخدوا الرخصه ايه من الاتحاد المصري لكره القدم انت عارف القصه دي؟ عارف ما تعرفش طبعا مين كان بيدي الدوله دي عارف مين بيديها؟ الناس اكاديميين في اتحاد الكوره وكان من الشروط ان ما ينفعش يبقى لعيب كوره انا عايز اقول على حاجه بس بما ان اتكلم محمود كان فيها مشكله في المده وخلي بالك انا اسف اسلم لا اتفضل بس حته الرخص دي كمان انا متابع الموضوع كويس جدا الرخص بتاعتك مش متعادله في اي مكان في العالم صح لا في اسيا برافو عليك ولا في اي مكان ده انت لو رحت دوله عربيه امارات او السعوديه هيقول لك عادلها بحاجه ثانيه خد اسيوي برو الاسيوي عايز اقول لك على حاجه محمود كان متابع المنتخب الاولمبي النهارده المنتخب الاولمبي طبعا مكسب مهم وكل حاجه عشان اكون امين مكلم مدرب كويس عشان اكون امين وبان شغله النهارده بان في الفرص بان في التوزيع وبان في كل حاجه لكن بان جدا احنا ما عندناش مواهب الدنيا بعيده قوي صح. يعني لا يعني انا بعترض طب لا هقول لك على حاجه بس خلص بقى فيها براحتك هقول لك على حاجه وعاركني هقول لك على حاجه انا عاركني والله لا انا شايف ان لا لما يبقى اللعيبه النهارده مثلا نقول القوام الاساسي لمنتخب مصر فهمش غير لعيب او اتنين بيلعبوا بشكل اساسي في انديتهم لعيبه انت مش شايف معلش مش هقارنهم قارنهم بالروح الاجيال اللي قبلهم 20 مين رمضان صبحي واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومحمد صبحي ومحمود جاد وفتوح قارنهم بالجيل بتاع مروان قارنهم بحتى الجيل اللي خرج من التصفيات بدري اللي هو جيل كان بتاع فينجادا تصفيات 2008 كان في مين جيل محمد عبد الشافي وشيكابالا واحمد سمير وكريم زكري ومحمد زكري وامير توفيق لا احنا مستوى المواهب عندنا عمال يقل هو بيقل عشان انت مش قادر حلو. تدور صح استاذ محمود ابو لقب عايز يعركك تمام انت بتقول له عاركني هيعركك ده انا هقول للاسف عشان الوقت بيروح مني فلازم اطلع فاصل ماشي هطلع فاصل وهيرجع يعركك خليك فاكر